نحن لا شك معجبين بالفلسفة، ليس فلسفة المادية هذه فقط، وإنما ما نتجت عن الفلسفة من أشياء اختراعات وهذا، وعندنا هذا الإعجاب لا شك، هذا لا ينكر أحد. وإحنا تأخرنا، هذا واضح، هذا أيضا. فلهذا دائما يأتي سؤال، يعني كيف نلوم أوروبا، كيف نلوم أمريكا، كيف كذا، وهم عندهم هذه الاختراعات وإلى آخره. موجود هذا السؤال بين الشباب كثير جدا. الأستاذ النوسي أيضا مر بهذا الدور، فهو أيضا يعبر عن قيد سندين بصدمه، وهو يعبر عن ما في داخله حول هذا، كما أن إحنا أيضا موجود هذا عندنا، يعني مثل ما ذكر لماذا موجود عنده، لماذا موجود عندنا، ما كذا. الآن يقول حينما سار سعيد الجديد، لأن يعني تعرفون هو سعيد قديم سعيد جديد، في طريق التأمل والتفكر. الآن علمنا طريق التأمل والتفكر، انقلبت تلك العلوم الأوروبية الفلسفية وفنونها التي كانت مستقرة إلى حد ما في أفكار سعيد القديم. أفكار سعيد القديم ليس بها السهولة، اترك هذا يترك، لا، يبقى جذور. فلهذا انقلبت تلك الفنون العلوم الأوروبية والفلسفية وفنونها التي كانت مستقرة إلى حد ما في أفكار سعيد القديم إلى أمراض قلبية نشأت منها هذه الأمراض القلبية. نحن أيضا عندنا أمراض قلبية، عندنا إعجاب، عندنا كذا إلى آخره. نشأت منها مصاعب ومعضلات كثيرة في تلك السياحة القلبية، ويريد يمشي قلبيا لكنه مصاعب موجودة. فما كان من سعيد الجديد إلا القيام بتمخيض فكره. تمخيض تعرفون يعني هزهك، تمخيض هذا يعملون مخاض اللبن، يأخذون هذا القربة هكذا تمخيض، فتمخيض فكري يعني هز نعم، والعمل على نفضه يعني عندك شيء نفض من الأدران، يعني تنفض لها، والعمل على نفضه من أدران الفلسفة المزخرفة. فإذن هذا عملية، ليس بدارس درسي، عملية، نعم، من أدران الفلسفة المزخرفة ولوثات الحضارة السفيهة. حضارة ولو نقول سفيهة كذا، لكن في نفسنا موجود شيء يحب لهذا، غرفة فارهة، سيارة وجمال، وهذا إنسان فطرة في الداخل يريد هذا، ما كذا. ماذا يقول؟ والعمل على نفضه من أدران الفلسفة المزخرفة ولوثات الحضارة السفيهة. فرأى نفسه مضطرا. من رأى سعيد الجديد نفسه مضطرا إلى إجراء المحاورة الآتية مع الشخصية المعنوية لأوروبا، بالكبح جماح ما في روحه من أحاسيس نفسية منحازة لصالح أوروبا. الله أكبر، هذا موجود في كل إنسان، عندنا أكثر، وهو كذلك كان عنده ذلك الوقت. قطار طلع جديد، طائرة، سيارة، تليفون، الله، لاسلكي، والآن آيفون، ما أدري إيش موجود، هذا الإعجاب موجود في الداخل. إجراء المحاورة الآتي مع شخصية معلور، بالكبح جماح ما في روحي من أحاسيس إنسانية منحازة لصالح. فهي محاورة مقتضبة من ناحية ومسببة من ناحية أخرى. ولئلا يساء الفهم لابد أن ننبه إلى أن أوروبا، ما هي أوروبا؟ أوروبا، أن أوروبا إثنتان. هذا جديد، كلام جديد، أوروبا إثنتان. إحداها
هي أوروبا النافعة للبشرية، نافعة للبشرية، بما استفادت من النصرانية الحقة وأدت خدمات لحياة الإنسان الاجتماعي، الطب والعلم والمختبرات وهذا كله من الإنسانية الموجودة عندهم كبشر. نعم. بما توصلت إليه من صناعات وعلوم تخدم العدل والإنصاف موجود هذا. فلا أخاطب في هذه المحاورة هذا القسم، مثلا تروح عندهم نظافة، عندهم نظام، عندهم صدقة، هذا موجود، كل شيء بالنظام يشتغل، كل شيء بالقانون، هذا جيد. ونحن ما شاء الله ما كذا، يعني هذا فرق. فهذا لا، هذا أوروبا لا، هذا شيء يعني نعطي الحق حقه. نعم. أخاطب أوروبا الثانية، هذا الأوروبا الأولى، أوروبا الثانية تلك التي تعفنت بظلمات الفلسفة الطبيعية وفسدت بالمادية الجاسية، يعني قاسية، يعني صلبة بالمادية، المادية جدا، وحسبت سيئات الحضارة من فساد وخلاعة وفتون إلى آخره حسنات لها، وتوهمت مساوئها، مساوئ الحضارة فضائل، مساوئها مثلا الاختلاط الماج الموجود هناك، فيعتبروا هذا إيش؟ هذا تقدم، ما كذا؟ كأنما فضائل، هذا ليس فضائل. فساقت البشرية قاطبة، كل البشرية إلى السفاهة، كل الأفلام تدعو إلى السفاهة، كل الأفلام، ما هكذا؟ وأردتها الضلالة والتعاسة. الآن نحن في تعاسة. ولقد خاطبت في تلك السياحة الروحية الشخصية المعنوية الأوروبية بعد أن استثنيت محاسن الحضارة وفوائد العلوم النافعة. هذه قاعدة عند الأستاذ النفسي، دائما يميز، دائما يقول هناك استثناء. مثلا مثال أوروبا، يقول استثناء في زمن كان موجود جمعية الاتحاد والترقي، شباب منغمسين بإعجاب بأوروبا وفرنسا وكذا، ولكن مع ذلك موجود بهم ناس طيبين، فيقول الاتحاد والترقي قسمه، قسم غير جيد يخدمون اليهود وغيره، وقسم موجود جيد ناس أولياء صالحين. فلهذا ما تقول كل الاتحاد والترقي لا، لا، وكلهم زين لا، قسمه. وكذلك نرى في الوقت الحاضر جماعة فلان أو جماعة فلان أو قومية الفلانية أو قومية الفلانية، هذا ليس كلهم جيدين وليس كلهم خبيثين، لا، موجود بطيبة. فدائما هو يعزل طيبين عن الآخر. نعم. هذا قاعدة عنده. فوجهت خطابي إلى تلك الشخصية التي أخذت بيدها الفلسفة المضرة التافهة والحضارة الفاسدة السفيهة وخاطبتها. لا أخاطب كل أوروبا، أخاطب هؤلاء. يا أوروبا الثانية، اعلمي جيدا أنك قد أخذت بيد إلى آخره، بعدين يدخل لي إلى هذا الموضوع. فهذا أحب أن يكون عندنا قاعدة أيضا، قاعدة الاستثناء للتعميم. مثلا أنا آتي إلى الهند وأرى نظام السير عندهم غير مريح، ما موجود عندكم سير، يعني تشوف السيارة هنا وإذا بعد قليل هنا وبعدين هنا وبعدين بعدين الشاحنات أمامه وبعدين شاحنة هنا، إيش هذا؟ إيه هنود بعدهم نظام، لا 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 يجوز. أنا رحت إلى دلهي القديم جدا وسخة، جدا وسخة، بل اسم البلدية ما موجود هناك، وسخة جدا. لكن من الشارع عندما تدخل إلى مسجد، أي مسجد كان، نظيف ونظيف جدا، في داخل المسجد نظيف، حتى على هذا الفراش موجود قماش أبيض إلى طول. هذا ما عجب، هذا ما هذا هذه النظافة وما هذه الوساخة؟ هذه الوساخة تع...
تعود للدولة، فما أحد ينظر له. موجود كلاب بالشوارع وساخة وإلى آخره، صح لو لا؟ لكن داخل المسجد نظيف جدا، نظيف جدا. فالمفروض أن يكون كله نظيف إن شاء الله، إن شاء الله يكون هذا. حتى في داخل دلهي الشوارع أو الأزقة الخاصة للمسلمين أيضا موجود بها اعتناء البلدية. أنت تشوف مثلا سيارة معطلة، كم سنة أروح، كم مرة رحت إلى هذه السيارة باقية، تعال شيل هذا. لا على سبيل موجود هذا، يعني هذا ذنبنا نحن. أي عندما هذا الشخص من هنا يروح إلى أوروبا يرى نظافة، يرى نظام، شيء جميل. يعني نقول لا لأن أوروبا غير جميل، لا هذا جميل، حبذا لو كان نحن عندنا. فلهذا ننظر يعني بإنصاف لكل شيء. نرجع إلى موضوعنا هذا من أخونا والناس الذي هو أثار هذا الموضوع. هذا لمعات، عند مذكرات، نوتس بالإنجليزي، يعني يأخذ ملاحظات كيف هو تحول من سعيد القديم إلى سعيد الجديد. هذا مرحلة. أو كيف خاطب نفسه في كتاب مثل العربي النور، كلها مخاطبة نفسه، كيف حول هذا. يعني هذا التحول ليس بيوم يومين. نعم. الذي تلقنه حكمة الفلسفة نرى أن نضع تلميذيهما في المنازلة. نعم، تلميذ الحقيقي للقرآن ليس حفاظ القرآن، ليس كتاب القرآن، ليس الذي يبيعون المصاحف، لا، تلميذ القرآن شيء آخر. نعم، يعني مكتبة تبيع مصاحف هذا تلميذ القرآن؟ معقول؟ أو واحد حافظ القرآن هذا تلميذ القرآن؟ لا، ليس من الضرورة. إن شاء الله حافظ، إن شاء الله هو تلميذ، لكن نعم. التلميذ المخلص للفلسفة فرعون، ولكنه فرعون ذليل. شوف، التلميذ المخلص للفلسفة المادية فرعون، يرى نفسه فرعون كل شيء. صف تلاميذ تضع واحد مراقب هو صار دكتاتور عليهم. إيش أنت التلميذ مثل أصدقائه، لأن الأستاذ قال أنت صر مراقب وأصبح هو دكتاتور. هذا إذا يصير في الدولة يصير الدكتاتور، وهكذا. هذا مرة كنا إحنا حتى لا تتفهمون الموضوع، كنا نشتري فاكهة أنا واحد صديق. فطبعا الإنسان عندما يشتري فاكهة أو شيء ينظر هكذا ويختار الجيد، وهكذا. فأنا عملت هذا، شفته وأنظر البقال هذا، لا ما موجود اختيار، يلا بالغضب. هذا صديقي قال هذا البقال لو تأخذه إلى دولة، إلى صدام يصير صدام، لو صدام تجيبه هنا يصير صدام. هذا صدام لأن صار رئيسنا هذا. يا أخي هو شنو، أخذ التفاح وقمت هذا، لا، والصياح كأنني أنا ذليل أمامه هو. فهذا فلسفة مادية، فلسفة ولو هو ما قال فلسفة لكن عقلية مادية. وهذا ليس تلميذ القرآن حتى لو كان حافظ القرآن، بالعكس لازم يعامل معاملة حسنة. نعم، ولكنه فرعون ذليل. فرعون لماذا ذليل؟ هو يعتبر نفسه كل في الكل، لأنه الآن يذكر. نعم، إذ يعبد أخص شيء لأجل منفعته. عندما يصير منفعته عند شخص يروح يتوسع، استاذ كذا، اي نعم كذا، ما كذا. لكن هو عندما تعطيه يعني اصبح فرعون عجيب. هذا موجود لو ما موجود؟ هذا موجود عندنا. نعم، ويتخذ كل ما ينفعه ربا له. نعم، ينفعه مال، هذا هو سر الرب، مال كل شيء مال،
ينفعه نساء هذا النساء النوم كل شيء البيوت نعم هكذا يعني هذا متمرد وعمود ولكنه متمرد مسكين يرضى بنفسه منتهى الظلم في سبيل الحصول على لذة في سبيل الحصول على لذة منتهى الذل يمكن يقبل أقدام الذليل لكن لأجل أن يوصل إلى مصلحة هذا نراف واضح جدا في مجتمعاتنا نعم وهو عنود دني إذ يتذلل ويخنع لأشخاص هم كالشياطين من يقبل أقدامهم الله ما موجود عندكم ناس من هذا النوع؟ موجود ثم إن ذلك التلميذ الملحد مغرور جبار ولكنه جبار عادل لشعوره يا الله لشعوره بإيش؟ لمنتهى العجز في ذاته نعم حيث في قلبه ما عنده نقطة استناد مو موجود المسلم عنده نقطة استناد واستمداد فالنقطة إلى الله نعم ثم إن ذلك التلميذ نفعي ومصلحي لا يرى إلا المهم أنا تشخيص عجيب جدا للشخصية المادية موجود في مجتمعاتنا في أوروبا في غيرنا رغبات همته تلبية رغبات النفس والبطن والفرج هذا هو تلبية رغبات نفسية وبطن وفرج هذا إذا رغبت انتهت غيرة شرف أشياء أخرى المعنوية ما موجودة وهو دساس مكار يتحرى عن مصالحه الشخصية ضمن مصالح الأمم لمن يعمل يعمل للشعب لكن الدولارات عندي وأنا أعمل للشعب الناس يموتون جوع وهو الله أكبر هذا كلام عجيب كلام جميل جدا والآن عندما الدول الكبرى أيضا عندما يأتون الإنجليز عندما أتوا للهند لأجل إيش أتوا؟ الاستعمار هم قالوا نحن مستعمرين لا إحنا نعمل لكم شوارع نعمل لكم قطارات نعمل لكم كذا يعني حتى لصالحكم أتينا لكن هو أخذ كل حتى مجوهرات تاج محل هم خسروا ما كذا؟ يعني شخص تشخيص عجيب جدا لهذا نعم من يكمل تفضل بينما تلميذ القرآن المخلص هو عبد عبد لكن لمن ولكنه عبد عزيز لا يستذل بشيء حتى لأعظم مخلوق أعظم مخلوق لا يستذل لماذا حتى بالجنة يريد أكثر غاية لعبوديته لله ثم إنه تلميذ متواضع لين هين ولكنه لا يتجلل بإرادته لغير فاضله الجليل ولغير أمره وإذنه ثم إنه فقير وضعيف موقن بفقره وضعفه ولكنه مستغن عن كل شيء بما ادخره له مالكه الكريم من خزائن لا تنفذ في الآخرة وهو قوي لاستناده إلى قوة سيده المطلقة ثم إنه لا يعمل إلا لوجه الله بل لا يسعى إلا ضمن ما يرغاه بلوغا إلى الفضائل ونشرها وهكذا تفهم التربية التي تربي بها الحكمتان لدى المقارنة بين تلميذيهما شيء جميل هذا أظن واضح الأساس الثالث نعم كافي واضح جيد هذا يحتاج شرح واضح هذا جدا واضح جدا واضح خلينا نمشي شوي نعم حتى أن أنتوا يخرب نعم تفضل الأساس الثالث الأساس الثالث بسم الله الرحمن الرحيم اسمح لي قرأت من كتب
يعني استاذ الشيخ سيد نورسي، ولكن اريد ان اسمع منكم تاريخه وكيف صغاره، وبعدين كيف يمكن هكذا ما فهمت فهمتوا شيء؟ حياة النورسي كيف صغاره وشبابه؟ أن يريد أن يلقي أن تلقي أمامنا حياة النورسي، ضوء على حياة النورسي. أستاذ منير ما ألقى لكم هذا؟ ألقى؟ ما كان موجود؟ في أول يوم. أنتم من كيرلا؟ بعد متأخرين. في أول يوم. نرجع إلى كيرلا. بسيطة إن شاء الله. هذا تقرأه في الكتاب لأن الوقت ما بقى عندنا. إذا تحب وقت القيلولة أتعمل قيلولة على هلا أو إذا تحبون ما موجود قيلولة اليوم كله لكم. أهلا وسهلا، أنا ما عندي مانع. جيد، يا مرحبا. هو أستاذ النورسي يعني تاريخ الحياة ضرورية نعرفه، لماذا صار هكذا وكيف صار هكذا، لكن هذه الأمور جدا عظيمة، هذه جدا أمور أساسية في هندسة فكرنا، نعم، وهندسة قلوبنا، نعم إن شاء الله، نعم. أما ما تعطيه حكمة الفلسفة وحكمة القرآن من تربية للمجتمع الإنساني. أولا هو قال هناك حكمتان، حكمة فلسفة حكمتان، ثم تربية النفس، هكذا عبد وهذا عبد ذليل وهذا عبد كذا، ثم الآن المجتمع. فهي أن حكمة الفلسفة ترى القوة نقطة الاستناد في الحياة الاجتماعية، هذا هو الأساس. الآن قوة، قل شو القوة؟ ما ذكرنا أن للحق نصيب في القوة، لأنهم عندهم قوة فاستعظموا الهنود كم سنة، يمكن مئات من السنين، 300 سنة كذا. الإنجليز كم بقوا في الهند؟ 300 سنة. لماذا؟ لأن عندهم قوة. والآن أمريكا تأخذ كل الدول، لماذا؟ لأنها عندها قوة، نقطة الاستناد، عندهم قوة. نعم. وتهدف إلى المنفعة، منفعة. لماذا يستعمل هذه القوة؟ إما لأجل البترول يأخذ أو لأجل كذا. وتتخذ الصراع دستورا للحياة. صراع دستورا للحياة، ليس التعاون وإنما دائما صراع. وتلتزم بالعنصرية والقومية السلبية. شوف، هو يستعمل عنصرية والقومية، لكن استعمل كلمة سلبية، فإذا هناك قومية إيجابية. ما هي القومية الإيجابية والقومية السلبية؟ القومية الإيجابية أنت في بيتك، والدك، والدتك، زوجتك، أطفالك، وعمك، خالك، وخالتك، وهذا العائلة، هذا أو جيرانك أو إلى آخره، هذا صار قومية إيجابية، يعني تخدم هذا، تعاون هذا إلى آخره. القومية السلبية إيش؟ أنا من دلهي وأنت ليس من دلهي، أنت لا، أنا عربي وأنت كردي، أنت تركي، أنت هذا، هذا مشكلة، هذا أنا أفضل منكم، نحن موجود عندكم، نعم موجود عندكم، حتى يمكن موجود عندكم أكثر من هذا، موجود طبقات المنبوذين، طبقات هذا، مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، يمكن في العالم كله موجود، عندكم موجود هذا على سبيل، على سبيل موجود. أما ثمراتها فهي إشباع رغبات الأهواء والميول النفسية التي من شأنها تأجيج جموح النفس وإثارة الهوى. وظيفته كل المسلسلات، كل الأفلام لأجل إيش؟ إثارة هذه النوازع. ومن المعلوم أن شأن القوة هو الاعتداء، وشأن المنفعة هو التزاحم، إلا تفي لتغطية حاجات الجميع وتلبية رغباتهم، وشأن الصراع هو النزاع والجدال، وشأن العنصرية هو الاعتداء، إذ تكبر بابتلاء غيرها وتتوسع على حساب العناصر الأخرى. هذا صار قوي، العنصر العربي صار قوي، بدأ يأكل عنصر غير العربي، هذا موجود. ومن هنا
تلمسه لما صلبت سعادة البشرية. لما صلبت سعادة البشرية؟ الناس ليسوا سعداء لا في أوروبا ولا في الشرق ولا في غرب ولا في هذا. لماذا؟ لماذا؟ من جراء لها وراء هذه الحكمة. أي حكمة؟ أي حكمة؟ حكمة الفلسفية. أما حكمة القرآن الكريم فهي تقبل الحق نقطة استناد في الحياة الاجتماعية بدلا من القوة وتجعل رضا الله سبحانه ونيل الفضائل هو الغاية بدلا من المنفعة، وتتخذ دستور التعاون أساسا في الحياة بدلا من دستور الصراع، وتلتزم برابطة الدين والصنف والوطن لربط فئات الجماعات بدلا من العنصرية والقومية الصلبية، وتجعل غاياتها الحد من تجاوز النفس الأمارة ودفع الروح إلى معالي الأمور وإشباع مشاعرها السامية لسوق الإنسان نحو الكمال والمثل الإنسانية. إن شأن الحق هو الاتفاق، وشأن الفضيلة هو التساند، وشأن دستور التعاون هو إغاثة كل للآخر، وشأن الدين هو الأخوة والتكاتف، وشأن إلجام النفس وكبح جماحها وإطلاق الروح وحثها نحو الكمال هو سعادة الدارين. إن شاء الله أظن واضح هذا. نعم واضح. نمشي الحمد لله. لا إذا يحتاج شيء والناس في شيء تمام أوكي. كان عندي واحد طالب في إحدى المدارس، كنت أقول له أنت بارومتر الصف، كلمة جميلة بالنسبة له لكن ما يعرف بارومتر يعني قياس الضغط. بارومتر الصف يفرح، هو يفرح في الحقيقة. هذا ذم. لماذا؟ لأن إذا هو فهم معنى كل الصف فهم، وإذا ما فهم معنى طبعا هو ما يفهم. فبارومتر أنت فأنت لا تفرح، هذا مجرد لتلطيف الجو لأن الأخوة تعبوا جوعانين وتعبارين. نعم. الآن يدخل عجيب نقطة غريبة جدا ندخل بها شوية، اجمعوا شتات الفكر، إذا رايح هناك فاجمعوها لأن الموضوع يحتاج إلى دقة. نعم من يقرأ؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن. أنت قريت؟ أنت قريت أبرار؟ قريت أنت؟ وأنت قريت كلهم قرأ. أنت قريت؟ أقرأ. أقرأ. الأساس الرابع، إذا أردت أن تفهم كيف يسمو القرآن على سائر الكلمات الإلهية. الآن كلمات إلهية فلسفة، خلينا انتهينا منها. الآن كلمات إلهية، قلنا كلمة إلهية عندنا قرآن و الدعاء والترحم وإلى آخره. الآن رأيك. نعم. وتعرف مدى تفوقه على جميع الكلام فانظر وتعمل في هذين المثالين. المثال الأول، أن للسلطان نوعين من المكالمة وطرازين من الخطاب والكلام. سلطان ملك أو رئيس وزراء أو رئيس دولة رئيس جمهورية، عندنا نوع من الكلام، ما هو؟ الأول مكالمة خاصة بواسطة هاتف خاص مع أحد رعاياه من العوام في أمر جزئي يؤود إلى حادث خاصة به. يعني شخص عنده شكاية من رئيس الدولة ويكتب، أو هو يريد يعمل شيء، مثلا يرفض يعمل ملابس أو جائع يريد ماء يريد كذا، هذا شيء خاص جدا. نعم. لكن هو ملك، هو سيد. والآخر مكالمة باسم السلطنة العظمى وبعنوان الخلافة الكبرى وبعزة الحاكمية العامة بقصد نشر أوامره السلطانية في الآفاق، فهي مكالمة يجريها مع أحد مبعوثه أو مع أحد كبار موظفيه، وهي مكالمة بأمر عظيم يهم الجميع. يريد السلطان يعلن حرب هكذا بالتليفون مع الطباخ مع المهندس مع هذا، لا مع الدولة كلها، هذا يخص الدولة، فهذا شيء آخر. نعم.
الآن صار أيضا السلطان الواحد له نوعين من الكلام، مكالمة، مكالمة شخصية بسيطة، أنا محتاج إلى جاكيت، محتاج إلى تليفون، محتاج، فيأتي بها القادم، ومكالمة أخرى أنه سنعلن الحرب أو سنعلن السلم أو سنأتي ببضائع من دولة الفلانية، هذا يحتاج مجلس الأمة والوزراء والآخر. فصار كلام، كلام نوعين، هو نفس السلطان. الآن أستاذ يقيس من هذا المثال إلى القرآن الكريم، نفرض. نعم، من يكمل؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المثال الثاني: رجل يمسك مرآة تجاه الشمس، فالمرآة تلتقط حسب ساعتها نورا وضياء يحمل الألوان السبعة من في الشمس. أنا أحمل الآن هذه المرآة أمام الشمس، الشمس تنعكس هنا، نعم، كم لون عنده؟ سبعة ألوان اللي معروفة، هذا واضح. لكن الأخ يأخذ مرآة أكبر، والأخ يأخذ مرآة أكبر بعد، فيختلف حسب النوع المرآة، والأخ يأخذ مرآة أصغر، والأخ يأخذ مرآة ملوث، وهذا كذا. فإذا نوع المرآة الانعكاس نفس الانعكاس، لكنه في هذا وسخ وهذا قليل وهذا كثير وإلى آخره. هذا مثال. فيكون الرجل ذا علاقة مع الشمس بنسبة تلك المرآة. نعم. ويمكنه علاقته مع الشمس بنسبة تلك المرآة. ويمكنه أن يستفيد منها فيما إذا وجهها إلى غرفته المظلمة أو إلى مشتله الخاص، مشتله الخاص الصغير المسقوف، بيد أن استفادته من الزوء تنحصر بمقدار قابلية المرآة على ما تعكسه من نور الشمس، وليست بمقدار عزام الشمس. حسب الآن هذا مرآة بيدي وأنا وضعتها بشكل مقابل الشمس وانعكست إلى غرفتي، لكن هل الشمس كلها تنعكس هناك؟ لا، بقدر قدر هذه المرآة، استعداد المرآة. كمل والناس. بينما لا كمل والناس، الناس نار رايح في مكان آخر. رجل آخر يترك المرآة، يترك المرآة ويطلع على إلى إيش؟ ماذا يقول؟ بينما رجل آخر يترك المرآة ويجابه الشمس مباشرة ويشاهد هيبتها ويدرك عظمتها، ثم يصعد على جبل عالي جدا وينظر إلى شعشعة سلطانها الواسع المهيب ويقابلها بالذات دون حجاب، ثم يرجع ويفتح من بيته الصغير ومن مشتله المسقوط الخاص نوافذ واسعة نحو الشمس، واجدا سبلا إلى الشمس التي هي في أعالي السماء، ثم يجري حوارا مع الضياء الدائم للشمس الحقيقية، فيناجي الشمس بلسان حاله ويحاورها بهذه المحاورة المكملة بالشكر والامتنان، فيقول: إيه يا شمس، يا من تربعت على عرش جمال العالم، يا لطيفة السماء وزهراءها، يا من أضفيت على الأرض بهجة ونورا، ومنحت الأزهار ابتسامة وسرورا، فلقد منحت الدفء والنور معا لبيتي ومشتلي الصغير، كما وهبت للعالم أجمع الدفء والنور. واضح المثال؟ الأول بمرآة صغيرة أو كبيرة أو أيا كان ينعكس الشمس، والثاني بدون مرآة، بدون مرآة هو يخرج إلى مرتفع ويستقبل الشمس. مثال الآن، وكلام جميل هذا، إيه يا شمس يا من تربعت، كلام لطيف. نعم. بينما صاحب المرآة السابق لا يستطيع أن يناجي الشمس ويحاولها بهذا الأسلوب. لماذا؟ لأن مرآة حسب المرآة. إذ أن آثار ضوء الشمس محددة بحدود المرآة وقيودها، وهي محصورة بحسب قابلية تلك المرآة واستيعابها للضوء. وبعد فانظر من خلال منظار هذين المثالين إلى القرآن الكريم لتشاهد إعجازه وتدرك قدسيته وسموه. ما هذا؟ أين القرآن؟ أين هذا الكلام؟ الآن انظروا،
شوية أجمع رجاء الفكر. جميع الأولياء، جميع العلماء، جميع المفسرين، جميع كلهم من أين يأخذون؟ يأخذون من القرآن بقدر استطاعتهم، بقدر استعدادهم، ما كذا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد للمعراج قاب قوسين أو أدنى، فأخذ ما أخذ، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا علم آخر، علم آخر بدون أي مراد، بدون أي شيء، بدون أي حجاب، بدون أي تحديد، فأخذ ورجع إلينا وعلمنا وأدبنا والحمد لله. فهذا شيء عظيم. الآن لو نرجع إلى السابق نرى المثال، هذا عبارة عن مثال كلام الأولياء، كلام العلماء، كلام الصالحين، كلام جيد، لكن حسب إيش؟ حسب مرآتهم. أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام القرآن الكريم، يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. أين هذا؟ أين تفسير هذه الآية؟ أين هذا الكلام؟ الآن نفهم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كم من يكمل؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا فإن منح القرآن الكريم أعلى مقام من بين الكلمات جميعا. القرآن الكريم أعظم مقام، أعلى مقام، انتهى. هذا القرآن الكريم، لأنه يجابه الشمس بذاتها. تلك الكلمات التي لا تحدها حدود. ولهذا ذكرنا الأستاذ النورسي عندما يقول الآية الفلانية معناها كذا، لا، حبة من هذا، شمة من هذا، قطرة من هذه الآية، جوهرة من هذه الآية، ليس الآية كلها لها تفسير آخر. أيضا ذكروا ويمكن يذكرون بعد أكثر، ما نعرف، الله أعلم. لكن أنا الله سبحانه وتعالى فتح لي هذه الآية بهذه المعنى، قدوس، اسم القدوس. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. نعم. من فهم الأرض فرشناها فنعم الماهدون؟ تجلي الاسم القدوس. اذكروا كل التفاسير موجود، هذا فتح الله سبحانه وتعالى في هذا. لكن هل أن كلام الأستاذ النورسي هو تفسير لهذه الآية فقط؟ لا، هو الله سبحانه وتعالى فتح قلبنا، يمكن غيره يفتح شكل آخر، وهكذا. ولهذا دائما هو يقول جزء من هذا، أو فهمي أنا، أو أنا هذا الذي فتح لي في شهر كذا، في كذا قرأنا. نعم، صار واضح. فمعنى ذلك أن هذا الكلام يخصه. نعم، كمل. رده أن القرآن قد نزل من الاسم الأعظم ومن أعظم مرتبة من مراتب كل اسم من الأسماء الحسنى، فهو كلام الله بوصفه رب العالمين. هذا احنا شرحناه. نعم، يحتاج مرة أخرى نشرحها. أستاذ، الحديث القدسي ما وسع عن أرض ولا سماء ووسع عن القلب وعلى. وين؟ أنا ما أتينا بعد. أتينا؟ موجود هذا؟ يعني تعليق القدسي. لا يعني موجود هنا؟ موجود. منين أتيت بيته؟ يعني على ذكر المعنى. لا الآن يا أخي موضوعنا ليس هذا، خلينا نأتي، خلينا نتدرج. يعني أخذنا هذا، لا بعد، اصبر يجي وقتها. ذكرنا هذا الحديث؟ لا. فمنين تجي؟ هو يعرفها لكن يمتحن، هذا نعمل ونحن نرسل بالامتحان. أنا تذكرته بالسياق، يعني نتحدث عن المرآة وعن يعني وعن انعكاس يعني والقلب، يعني موجود هذا.
وجد هذا يعني احنا لا ننكر يعني الناس قل ما عندك قل قل يعني انا فهمت حسب ما فهمت ان الله سبحانه وتعالى وهب لكل الناس قلوبا وهذه يعني والانعكاس الحقيقه والانعكاس الحقيقه المعنوي على هذا القلب يكون بتفاوت بين البشر حسب استعداداته يعني الكل مهيئ يعني الكل مهيئ ما دام مخلوق مخلوقات الله فالكل مهيئ لياخذ اوامر من الله سبحانه وتعالى كما انا مهيئ انت مهيئ والشجره ايضا مهيئه لتاخذ الاوامر تاخذ من الله سبحانه وتعالى وهكذا كل ماذا قال لو ان ما في الارض شجره الاقلام والبحر كل كلمات الله نعم تفضل كمل وهو امره بوصفه اله الموجودات وهو خطابه بوصفه خالق السماوات والأرض وهو مكالمة سامية بصفة الربوبية المطلقة هل هو رب العالمين؟ نعم فإذا المكالمة بين الله وبين كل شيء مكالمة ربانية وهو خطابه الأزلي باسم السلطنة الإلهية العظمى وهو سجل الالتفات والتكريم الرحماني نابع من رحمته الواسعة المحيطة بكل شيء وسعت رحمته بكل شيء نعم وهو مجموعة رسائل ربانية تبين عظمة الألوهية إذ في بدايات بعضها رموز وشفرات وهو الكتاب المقدس الذي ينثر الحكمة نازل من محيط الاسم الأعظم ينظر إلى ما أحاط به العرش الأعظم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. ولأجل هذا لأجل هذه الأسرار أطلق على القرآن الكريم ما هو أهله ولائق به اسمه كلام الله هذا شرح لكلام الله أنت مجرد تذكر في الطلاب القرآن الكريم كلام الله الذي لا ما يفهم شيء لكن تعال اشرح هذا أنا فهمنا معنى كلام الله نعم. أما سائر الكلمات الإلهية فإن قسما منها كلام نابع باعتبار خاص شوف عدوا باعتبار خاص وبعنوان جزئي وبتجل جزئي واسم خصوصي وبربوبية خاصة وسلطان خاص ورحمة خصوصية كم مرة ذكرها؟ سبعة نعم فدرجات هذه الكلمات مختلفة متفاوتة من حيث الخاص والكلي فأكثر الإلهامات من هذا القسم إلا أن درجاتها متوافقة احنا ما ننكر الإلهام لكن درجات للإلهام الله سبحانه وتعالى يلهم النمل يلهم النحل يلهم الأرض يلهم كل إنسان فمثلا إن أبسطها وأكثرها جزئية هي إلهام الحيوانات ثم إلهام عوام الناس عوام الناس أيضا عندهم إلهام أنا من عوام الناس عندما يكون عندي مريض عندي شغل يا رب سهل أمري يا رب ما نقول يلهم في قلبي شيء ثم إلهام عوام الملائكة ثم إلهام الأولياء ثم إلهام كبار الملائكة عجيب جعل الملائكة هنا وجعل الملائكة هنا إلهام عوام الملائكة ثم إلهام الأولياء الملائكة أيضا ملهمين ومن هذا السر نرى أن وليا يقول حدثني قلبي عن ربي حدثني قلبي عن ربي نعم أي بهات في قلبه ومن دون وساطة ملك فهو لا يقول حدثني عن رب العالمين أو ربي الربوبية الخاصة لي كلام خاص بيني وبين الله سبحانه وتعالى نعم أو نراه يقول إن قلبي عرش ومرآة عاكسة لتجليات ربي ولا يقول عرش رب العالمين لأنه يمكن أن ينال حظا من الخطاب الرباني وفق استعداد هذا يشبه من يفشى المرآة الذي منعكس حسب كل واحد هذا وحسب درجة قابلياته وبنسبة رفع ما يقارب 70,000 حجاب هل هذا يمكن يقول مع مكان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومكان الرسالة نعم إنه بمقدار أخيرك شخص آخر نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم نعم إنه بمقدار ألو كلام السلطان الصادر من حيث السلطنة العظمى وسموه على مقالمة الجزئية مع إهدار رعاية من الأوامر هذا ذكرناه
نعم نعم. وبقدر ما يفوق الاستفادة من فيض تجل الزوق من الشمس التي هي في السماء على استفادة فيضها من المرآة يمكن فهم صمود القرآن الكريم على جميل كلام الإلهي الكتب السماوية. نعم. نعم. الكتب المقدسة والصحف السماوية تأتي بالدرجة الثانية بعد القرآن الكريم في درجة الألوه والصمود. كل له درجته وتفوقه، كل له حظه من ذلك السر للتفوق. شوف هذا لا نبخس ناس، لا هذا لا كذا، هذا محرف، لا موجود بها آيات أيضا. فلو اجتمع جميع الكلام الطيب الجميل للإنس والجن الذي لم يترشح عن القرآن الكريم فإنه لا يمكن أن يكون نذيرا قط للقرآن الكريم، ولا يمكن أن يدنو إلى أن يكون مثله. وإذا كنت تريد أن تفهم شيئا من أن القرآن الكريم قد نزل من الاسم الأعظم ومن المرتبة العظمى لكل اسم من أسماء الحسنى فتدبر في آية الكرسي وكذا الآيات الكريمة التالية وتعمل في معانيها الشاملة العامة السامية. زين، من يقرأ هذه الآيات بصوت جميل؟ نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب، قل اللهم مالك الملك يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. نعم. وأمثالها من الآيات الجليلة. ثم دقق النظر في السور المبتدئة به الحمد لله سبح ويسبح لترى شعاع هذا السر العظيم، ثم انظر إلى السور المستعلة بألف لام ألف لام راء وحاميم لتفهم أهمية القرآن لدى رب العالمين. أنا عجبني كلام الأستاذ فاضل دكتور فاضل السامرائي، هو أستاذ عراقي رجل فاضل جدا أعرفه جيدا عنده في الشارقة في إذاعة الشارقة نظرات كذا لطيفة جدا. يقول في القرآن الكريم موجود تسبح له السماوات والأرض أو سبح سبح ماضي وتسبح مضارع، لكنه هو رب العالمين سبحان. حتى لو لم نكن هناك ملائكة ولا 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 كائنات فهو سبحان. ولهذا سبحان الذي مرات يجي سبحان الذي مرات تسبح مرات، شيء لطيف جدا عجبني أنا. نعم نعم. وإذا فهمت السر اللطيف لهذا الأساس الرابع تستطيع أن تفهم السر في أن أكثر الوحي النازل من الأنبياء إنه هو ببساطة ملك، أما الإلهام فبلا وساطة.
ما الفرق بين الاثنين؟ من كلام رب العالمين. هذا كلام رب العالمين وهذا كلام خاص أيضا من رب العالمين، لكن خاص بربوبية خاصة وبرحمة خاصة. نعم هذا واحد. الشيء الآخر أن الوحي دائما يكون مصان محافظ من قبل الشياطين الذي يسترقون السمع موجود. نعم لكن الإلهام ممكن، ولهذا يمكن أن يكون الإلهام بعض الأحيان خطأ. نعم وتفهم السر في أن أعظم ولي من الأولياء لا يبلغ أي نبي كان من الأنبياء، وتفهم السر الكامل في عظمة القرآن وعزته القدسية وعلو إعجازه. نعم إعجازه ليس في اللغة فقط، إعجازه في كل شيء، لأن أستاذ النوسي في المعجزات القرآنية يأخذ إعجاز البلاغي وإعجاز النفسي وإعجاز الحضاري وإعجاز إعجاز. نعم وتفهم السر، وتفهم سر لزوم المعراج وحكمة ضرورته. علاقة المعراج في هذا إيش؟ ما هذا؟ ما هذا الكلام؟ وتفهم سر لزوم المعراج وحكمة ضرورته، أي تفهم السر في رحلة صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وإلى سيرة المنتهى حتى كان قبصين وأدنى، ومن ثم مناجاته له سبحانه. يعني مثل هذا المثال بلا تشبيه الذي صعد على الجبل بدون مرآة. مع أنه جل جلاله أقرب إليه من حبل الوريد، ثم عودته بطرف العين إلى مكانه. أجل إن شق القمر كما أنه معجزة لإثبات الرسالة أظهرت نبوته إلى الجن والإنس، كذلك المعراج هو معجزة عبوديته صلى الله عليه وسلم. عظيم عظيم جدا. عبوديته لأظهرت محبوبيته إلى الأرواح والملائكة. اللهم صل على سيدنا كما يليق برحمتك وبحبتك. آمين يا أرحم الراحمين. عافاك الله. الآن كملنا هذا. الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين.